بمناسبة زيارة في صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود للبلاد. أكد الإعلاميون السعوديون بأن هذه الزيارة التاريخية تأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية الوطيدة الممتدة على الصعيدين الرسمي والشعبي التي تربط بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وتعزيزا لأواصر المودة التي تجمع قيادتي وشعبين البلدين. الإعلاميون في المملكة العربية السعودية الشقيقة أشاروا إلى أن العلاقات الكويتية السعودية تجسد نموذجا استثنائيا ومزيدا للعلاقات المبنية على أسس صلبة ترتكز على الروابط الأخوية التاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين ووشائج القربة والمودة والمصير المشترك. طموحات خليجية كبيرة تعكسها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود للكويت، وتربط السعودية والكويت علاقات تاريخية وثيقة ذات طابع خاص وقائم على أسس راسخة. هو امتداد للعلاقة الوثيقة اللي تربطنا بأشقائنا في دولة الكويت، علاقة راسخة عميقة. اليوم تناقشنا في سبل تطوير العمل الإعلامي المشترك، كان لقاء مثمر وبناء، نطمح بإذن الله إلى استمرارية وتيرات هذه اللقاءات لتحقيق تطلعات القيادتين والشعبين الكريمين. الزيارة تبين قوة الروابط الكويتية السعودية والتنسيق الدائم بينهما، فالنشاط الذي يقوم به صاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية في جولته الخليجية يعيد إحياء دور مجلس التعاون الخليجي. أعتقد أن العلاقة السعودية الكويتية هي من حجارة الأساس في مجلس التعاون الخليجي، وجولة ولي العهد السعودي يعني ترتقي بالعلاقات الخليجية إلى مستوى جديد. وإذا أخذنا ما بدأ في لقاء العلا وصولا إلى القمة المتوقعة بعد أيام، نرى أنه تم إعادة تحصين البيت الخليجي وعلى قاعدة الشراكات والتطلع نحو المستقبل، بناء روابط اقتصادية متينة وتقريب وجهات النظر في قراءة العلاقات الخليجية الداخلية وعلاقات دول مجلس التعاون بالمحيط. زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت تجدد التأكيد على مركزية العلاقات الكويتية السعودية الراسخة في أواصر القربة والأخوة والتاريخ العريق والحاضر المزدهر. هذه الزيارة ما هي إلا يعني تكملة في هذا المشوار، وبإذن الله ينتج عنها خطط تنفيذية واضحة لتقوية العلاقة والبناء عليها. الدولتين منذ القدم ومن سنوات ومئات السنوات وإحنا نشترك، يجمعنا الأرض، يجمعنا الدم، يجمعنا التاريخ والأواصر، وإن شاء الله هذا يعني يستمر على طول قدام، والمرحلة تستدعي أننا نكون يد واحدة متكاتفين، موحدين خطابنا، موحدين رسائلنا. زيارة الولي العهد الخليجية حقيقة احنا من خلال الوفد المرافق شفنا مدى أصدائها وإيجابيتها على العلاقات الخليجية الخليجية، والكويت كمحطة أخيرة بالنسبة لنا للجولة، أعتقد أنه متممة لهذه الجولة ولتأكيد عمق العلاقة ما بين السعودية ودول الخليج وما فيهم دولة الكويت. وتعرف الزيارة هذه تسبق اجتماع القمة الخليجية اللي حيكون قريب إن شاء الله تعالى، و يعني على الأقل يكون هناك في العدد من الملفات اللي سيناقشها القادة في القمة الجاية اللي هي تدعم مواقف العربية ومواقف الخليجية تحديدا، في ظل أن المنطقة عموما يعني تمر بكثير من المتغيرات المحيطة فيها من الشمال ومن الشرق ومن الغرب ومن الجنوب. البلدين يتفقان في تقييمهما للتحديات والأخطار التي تحيط بالمنطقة، ويتفقان على ضرورة التصدي لها بالتعاون والتنسيق ووحدة الصف والكلمة وتنسيق العمل السياسي والدبلوماسي. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.